وضعها يتدهور يوم بعد يوم وهو متمسك بيه ومشبث. والله العظيم مش ما يبقى متمسك ومشبث. هذا الشيء راح يضره. وإن شاء الله إن شاء الله سقوط هاي الطقم الفاسد الأحزاب والتيارات وحكومة الميليشيات إن شاء الله سقوطها على يد ثوار محافظة واسط. طبعا اليوم الكل شيء صبر، اليوم صبرنا صار لنا أكثر من سنة وأربعة أشهر وبس تسويف ومماطلة، وهذا الضغوط والقرارات هاي اللي جاي تصدرها الحكومة والبرلمان بحق الحكومة بحق الشعب كلها مجحفة بالنسبة للدولار. وما شاء الله رجعت من جديد هاي الجباية مال الكهرباء، زين كهرباء وماء ومجاري، من يوم ضغطنا عليهم لليوم وقفوها، من يوم اللي بدأ تصعيدنا قبل أول ما أطلقنا الإعلان تصعيدنا توقفت هاي. بس نوصل لهم رسالة، احنا وين نقال المحافظ مهما يكون مهما يقدمونا من تنازلات يحققون مطالبنا، احنا هاي المطالب الخدمية بالنسبة للجباية مال الماء والكهرباء والله العظيم احنا نوقف ضدكم وما نسمح لكم ابدا. شلون هسه وقفتوها حاليا تبقون مقبينها وان شاء الله ما تنولون مرادكم، وخل تحميكم الميليشيات خل تحميكم الدولة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجكم اليومي صوتكم. بداية أي شخص حاب يتصل ببرنامج يقدر يتصل على واحد من ذني الأرقام، عندكم ذني الرقمين إلى داخل العراق من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا على ذني الأرقام. أما الأرقام الثلاثة اللي راح تشوفوها هنا ذني مخصصة داخل العراق خارج العراق على حد سواء تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام، فعندكم خمس أرقام للاتصالات. أما هذا الرقم راح يطلع هنا، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل. برنامج الواتساب عندنا ما يدعم الاتصالات ولا أقدر أستقبل به رسالة صوتية، فلا حد يزعل علينا إذا اتصلت بينا وما قدرنا نجاوبك على الواتساب، اتصل بينا على الأرقام الاثنين المخصصة للعراق أو الثلاثة المخصصة إلى خارج وداخل العراق. الفيديو اللي شفتوه هذا اللي دا يحكوا المواطنين اليوم بشكل عام. موضوعنا اليوم هو قمع الميليشيات. هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان قالت بالبيان أنه جرائم الميليشيات الإرهابية اللي تستخدم جريمة الاغتيال المنظم منهجاً لتصفية الناشطين والوطنيين من أبناء العراق تتكشف بين الحين والآخر، بما معناه أنه هاي الجرائم اللي من خلالها الميليشيات تستخدم قضية القتل واغتيال الناس ذريعة إلها لتصفية الحسابات دا تنكشف يوم عن يوم. الهيئة أضافت بالبيان أن إعلان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظم القبض على إحدى فرق الموت المسؤولة عن اغتيال الشيخ يوسف الحسان مسؤول فرع الهيئة بالبصرة يأتي في سياق الصراع السياسي والانتخابي. كان البيان حسب ما تقول أنه إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظم أنه ما ألقوا القبض على إحدى فرق الموت الموجودة في محافظة البصرة واللي كانت مسؤولة عن العديد من قضايا الاغتيال والعديد من الاغتيالات اللي صارت بالبصرة، ومن ضمنها أشارت الهيئة إلى مسؤول فرع الهيئة بالبصرة الشيخ يوسف الحسان الذي اغتيل على يد هذه الفرقة. كل هاي التصريحات هي في صراع سياسي وانتخابي، وبينت الهيئة بيانها أنه هواية من العراقيين الكثير أنه من المعلوم لكثير من العراقيين ولأهل البصرة خاصة أن فرقة الموت قد تشكلت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 من أحزاب السلطة لغرض تنفيذ الاغتيالات وتصفية الناشطين والمعارضين للسياسات الطائفية بإشراف مباشر من القنصلية الإيرانية بالبصرة. وأكدت أن إلقاء القبض على هالمجموعة الإرهابية لم يتحقق إلا بعد تضارب المصالح وصراع الأحزاب على النفوذ بالعراق عامة وفي البصرة خاصة، خصوصا والعراق على موعد قريب من الانتخابات. وختمت الهيئة بيانها أن حكومة الكاظمي ستخضع للضغوط للإفراج عن هؤلاء القتلة كما فعلت في مرات سابقة. وأحدى الدلائل اللي نذكرها إحنا يعني لقتل أفرج عنهم أو أفرجت عنهم الحكومة العراقية من قام بمجزرة مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى
وفيديوهات وتسجيلات وكل شيء كان مؤكد أنه هم اللي سووا هذا الشيء. بالمقابل نجد أن المحكمة برئتهم وطلعوا من السجن. رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أعلن اعتقال ما وصفها عصابة الموت، واللي كانت مسؤولة عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال بمحافظة مصر، وتعهد بالقبض على منفذي عمليات الاغتيال الأخرى. يعني مو بس هاي، أكو هواية فرق موت غير هاي الفرقة. وقال الكاظمي بتغريدة على تويتر، هم من أدى على تويتر، والله لو أفتهم السياسيين إيش عندهم بتويتر، عدوى عندهم مال تويتر، مقتدى يغرد بتويتر، مصطفى الكاظمي يغرد بتويتر، ما أعرف منو يغرد لي بتويتر، إنه عصابة الموت التي أرعبت أهل البصرة ونشرت الموت بشوارعها وأزهقت أرواحا زكية، زكية حلو التعبير، سقطت في قبضة القوات الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية حسب ما أعلن. أستاذ مصطفى متأكد؟ متأكد راح تكون المحاكمة عادلة ونزيهة؟ ومتأكد راح تكون المحاكمة علنية؟ أو بالأحرى أنت متأكد راح تحاكموهم؟ لا راح يجيك أمر يقول لك ما لك علاقة بهم. وما كشف الكاظمي تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن شقيق محافظ البصرة الأسبق إسماعيل مصبح الوائلي كشف عن إلقاء القبض على فرقة الموت اللي قامت باغتيال أخيه محمد مصبح الوائلي، مؤكدا أن الخلية تابعة لميليشيا حزب الله ومسؤولة عن سلسلة اغتيالات بالمحافظة. أنا من قالوا جماعة حزب الله؟ أنا هنا أنا أقول لك الكاظمي كل شيء ما راح يسوي، لأنه أذكرك لما اغتاليت أنت لما اعتقلت أنت أربعة وكان وياهم إيراني مسؤول عن الصواريخ وخليتهم بالخضراء، جماعة حزب الله ايش سوى وياك؟ ثاني يوم داسوا صورتك بالقنادر. فلاح من صلاح الدين حياك الله. يا أستاذ رفل، هلا بيك أخوي العزيز. أنت نعم أستاذ رفل، ولكن أنا اللي بسميك. قول. يعني صوتك ده يقطع أخ فلاح. تسمعني يا فلاح؟ فلاح وياي لو انقطع الاتصال، انقطع الاتصال يا الاخ فلاح. مصطفى الكاظمي بلا زحمه عليك، ما تحل لنا هاي مشكله الاتصالات، مو خاطرنا، الخاطر هالشعب هذا، ترى والله دا يطي فلوس ودا يتعب وماكو شغل وماكو رواتب وقدرتوا عليهم كل شيء، بس هو دا يدفع فلوس النت والاتصالات، والله هلاك. لا تفتهم من عنده ايش دا يقول، لا يقدر يسوي شيء بخير باتصال، لا يقدر يوصي على شيء، لا يقدر ينزل شيء، لا يقدر يصعد شيء، لا يقدر يفتهم شيء، لا يقدر يوصل خبر لاحد، لا يقدر يخابر احد من وراء هالاتصالات التعبانه. اتمنى يا فلاح ترجع لنا وتكون الشبكه عندك افضل حتى نسمعك مره ثانيه. شاكر من بغداد حياك الله يا شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أزل المحترم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا غالي. يسلم غاليك، تحية لك والقناة الرافدية، والتحية خاصة للشعب العراقي المسكين حبيبي المظلوم. أستاذ أزل، احنا من نقول وينك؟ نعم شاكر، وياك اوكي. أي وياك، اي وياك غاتي. مصطفى الكاظمي واستاذ أفل هو محمي نفسه، هو نفسه ما محميها، هو بخير، كان مو داسوا حسب سامع على صورته بالقنقره، ولا ما اعتقلهم ولا ما داسوا على صورته بالقنقره، اطلق صراحهم. مصطفى الكاظمي لو يخاف على شعبه، لو عنده قيره عراقيه او عنده ناموس عراقي او عنده رقيه عراقي ويقول انا حقق بجنسيتي عراقي، كان مو اهل البصره تكثرت من اهل البصره مئات من اغتيالات وقتل متعمد وقتل امام مراه وامام منبر الناس
والميليشيات تقتل ببغداد، والميليشيات تقتل بسامرة وصلاح الدين وبالموصل، وتقتل بالمعتقلين الأبرياء، وتقتل بالأهل الخيم، وتقتل بالناس. أستاذ أفر يا أخي، هذا الموضوع إحنا نسيناه، هذا مال مصطفى الكاظمي، وقبل عادل عبد المهدي، وقبل العائل العبادي، وقبل المالكي. يا أستاذ أفل، الشعب العراقي يعني لا حول له ولا قوة إلا على الله عز وجل، إلا ما الله عز وجل يريد ينصر هالشعب وينزل مثل ما يقول جند من جنود السماء، تقوي هذا الشعب، تقوي هذا الشعب، ويقوم الشعب من شماله إلى جنوبه على هذول العصابة الفاسدة، عصابة مجرمة، عصابة ما تريد غير بس يعني تريد كل شيء تحت سيطرته، يعني تريد الشعب العراقي شي يقول رئيس الوزراء يقول له بلي، شي يقولوا الميليشيات نعم تقتل يقول لهم نعم. أستاذ أبل مصطفى الكاظمي مخلينه وانتهى للأحزاب، تسرق أنا وياك بالنص، أو أنا وياك اللي هلقد بالسرقته، وأني حتى إذا أسولف عليك أنت لا تهتم، هاي باسم الإعلام. أستاذ أبل اليوم أبسط المثال، اليوم أربيل تعرضت على أطلاق صواريخ على مطار أربيل الشمال بغداد. في المحافظات الشمالية. زين استوى يلا نشوف هاي التغريدة، ومقتدى الصدر من يقردون على تويتر، هاي تويتر صار ما شاء الله يا ربي، هل يجي يغرد؟ هل يجي الصدر والمالكي والكاظمي؟ صارت لعبة حدثان عديد المزعفة. وأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ أفل. شكرا جزيلا لك اخ شاكر فلاح من صلاح الدين، رجع لنا حياك الله. السلام عليكم استاذ رفل. عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي. الله يسلمك استاذ رفل، انا اعتذر من عندك على قطع الاتصال. لا على بختك اخويا، ليش تعتذر؟ الله يسلمك استاذ رفل، يعني مو بس شهات، مو بس ذبح، مو بس صلخ، يعني هسه عاني الان أربعة من فخذنا يعني المقرب إليه الخيمة، نعم، مرة وتفجر، نعم، نص الليل ساعة بثنتين بالليل اشتعلت فيهم الخيمة ودفنه ملابسهم، يعني منين ما تجي فيها، يعني هذه الحكومة مالتنا، يعني خلي يعني ما أقدر لهذا الشيء أستقل وخر، يعني حتى أنت هذا من يشوفه يجوه ويطرق ويقتل ويعذب، يعني بتشاكو خسعاني، يعني بتشاكو يضرب على رأسه، يعني هذا له داعشي وله سجن، أذب بس سجن الداعشي شارع، بس أنت فوق بريني بريء والداعشي تحله وجاي علي يعني بريء وتعذب بيه يا أسأل، يعني سبحانه وتعالى ما يقبل بهاي الوضعية يا أستاذ رأس. انت عيني ساعدني وساعدك، انت الحكومه، والحكومه حقها علي، الحكومه اذا تعطيني الامان وتعطيني الصحه ومفتاح من حقي اساعدها، يعني هذا يعني كردي انا امشي من الجامعه من الجامعه، وقف الكرد بتر اللي يقول لي بعد لا ذبه، ليش عبن الحكومه استاذ رفل؟ انا حكومتي ما عندي حكومه، انا ما عندي حكومه، انا رحيم مين؟ نعم شات مدري حشد مدري عسكريين، ما اعرف انا منو العسكري ومنو ابو الميليشيات ومنو، يعني استاذ والله حيره، يعني بس احنا ان شاء الله نقول ان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله العفو ان شاء الله. انا اليوم رايت بالتلفزيون دام حسين رغد ان شاء الله تستلم، واذا استلمت رغد ان شاء الله احنا نعيم وبخير. نعم ماكو هذا شيعي وهذا سني وهذا فرنسي وهذا، سووها الاحزاب السياسيه فرقوا بيننا وبينه،
أنا وجدت أعرف هذا الشيعي وهذا السني، شو أنا الليل والنهار بلد أفتر بغداد بس تنتين بل أستاذ، بس يعني هذا الحكومة حكومة حتى إحنا ما عدنا، إحنا محتلين محتلين من قبل الإيرانيين. خلي واحد يجي يقول لي أنا ما محتل، أنا نعم محتل من قبل الإيرانيين، وفي أغالي أنا حتى في سليمانية نازح من قبل بيتي تهتم هذا، يعني أنا بحكومة احتلال، يعني أشوف الإيراني يجوح وهو الإيراني حاسب، يعني رحت على بقى شركة يقول لي ما تخش بهاي الشركة على الهند، أنا هذا العراق هذا عراقي هذا أنا عراق الهندي يسمح لي الله خش بهاي الشركة هاي، وين كانت بياقات بيا دولة هاي دولة يجي توقف على باب ما الشركة الله يقبل الهندي، مو أنا عراقي أنا جيتك يا أستاذ ربل، يعني إحنا كشباب أنا حتى شفت هسه عمر 5 أقسم بالله ما شفت قصة هاي 8 سنين بالخيمة وأنا عندي حلالات التربيين وما شفت من عمري شيء الأطعم. إن شاء الله يا أستاذ ربل إن شاء الله جاء بحق القرآن دنا محمد بجاه علي بجاه كل إنسان في الأرض رقد من المهيب صدام حسين البطل الشهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لك أخ فلاح. سامي من بغداد حياك الله يا سامي. السلام عليكم، الله محييك. حياك الله أخوي العزيز وعليك السلام والرحمة والإكرام. الله يبارك فيك. الله يا عزيزي، يعني الصراحة شوف هذول يعني أكبر من الحماتين الحربايح من قبل ما كل يوم، لأن تجي انتخابات وطلع هذا الكاظم صار له يومين لعلى صوته عصاوة الموت وكذا، هسه في دجلة انفضح انفضح فضيحة. الأخ الشقيق لمحافظ البصرة الأسبق قال لا عصابات موت ولا محزنون، خلي أنا أتحدى أي واحد من عندهم أني قناة دجلة جسمه ما لها شغلة وأنا المسؤول وأنا أتحدث وكذا وشغلة كلها عصابات ميليشيا الحشد الشعبي ماتينة قال، وقال كلها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وهم اللي كتلوا أخويا المحافظ السابق وأني مسؤول على الكلام. يخلي يقول أنا صار لي 6 أيام صوتي لعلع بجميع القنوات، ما أجي واحد من عندهم زين يجي يتحدث لي ويوقف أمامي ويقول أنا دكتور هو ما شاء الله عليه يعني، بس شنو هارب التركي يقول اني لو بس ارجع العراق يقتلوني، بس اني لا اتاويهم توي لا فرق موت ولا محزن. شوف 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 يا استاذ افل، الانتخابات على يعني على الابواب وكذا، قال لك دول شلون عدم الفتح وكلهم كلهم عندهم ميليشيات زين، وهذا اجل المسكون الماء كاظم قال لي عمو طلع لنا فتال ايش اسمه فرق موت كذا، هذا ما عاد شغله عنه لان احنا الصادقون اللي تابع للعصايب والعامري الى بدر وكذا، وهذا ترى الشعب بعد يكرهنا ويكرمك الله بش ذا يتعامل ويانا يعني. شلون هلا طلع لنا فت حاجه في سبب حتى ترجع الامور انه ذول عصابات موجوا ما لهم شغله جوي، صراحه صار لهم حوالي اسبوع دخلوا من المريخ وجوا هنا وقاموا يقتلون. اتصور اتصور يا اخي العزيز واحد موظف بالبصرة زين ويروح يكتل بأبناء البصرة، طيب شلون أنا أريد واحد حمار يكرمك الله يفهمني شلون هذا يقطعوا راتبه وكذا ويجي يكتل بأبناء جلدته بالبصرة زين، وش اسمه على أساس أنه هو تابع إلى فرقة موت وكذا وشغلات فات، ومدي شو يشو دولة خطية لا كهرباء لا مي لا شغلات كثيرة يعني تفجيرات واغتيالات، وبعدين يجي يروح ينضم إلى طيب الطالب الجامعي نشيله شغلة والمقاول نشيله شغلة خطية بالمتظاهرين كلاوتشي هذولا مدى أقول لك هذولا مثل يعني هذولا شلون هذا شلون تريد أرنب ننطيك أرنب، تريد غزال ننطيك أرنب، هالشكل هذول الانتخابات على أبواب، الشعب العراقي يكرههم، الشعب العراقي مل من عندهم، يعني وين ما تلتفت سرقات نهب قتل، وذولا يعني صور أنا أريد أطلع لي واحد من هذول قادة
يطلع لي واحد يقول لي يابا انت ليش مسوي حمله زين على المناطق الغربيه على مود تفضل طريق الايران وعلى اساس يوصلون للبحر المتوسط وانت مشي سلاحك على فلان وعلان كذا السرقه ومال الشعب العراقي يا اخي غير اني مقاوم يعني مقاوم لا بس على لا ارض. وتحياتي لك. شكرا حاجة. شكرا لك اخ سامي. كان من المفترض ان يدخل ويانا على امن البصره بس انقطاع الاتصال وياه، اتمنى ترجع لنا. ام احمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عيني عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا ابا مشكورين على هاي الاذاعه الحلوه الرائعه. لا شكر على واجب. صوت المظلوم واحنا نريدكم توصلون صوتنا لدول الشرفاء. وصل صوتك قولي. للاستاذ المجرمين اللي عملوا ما عملوا بهذا الشعب المظلوم على ديهم. زين احنا من شهر الواحد العام لليوم ما شايفين ولدنا بالسجون وما شايفينهم، ندزلهم ادوار ما يصلهم، ندزلهم ملابس ما تصلهم، يعني مواجهه ما مواجهينهم، يعني شلون يعني بهالحاله هاي شلون يسوي؟ ليش ما يخلونا نواجههم؟ سووا مواجهه للناصريه وسووا مواجهه للكاظميه والتاجي ما يفعل يسوي المواجهه، هني يا سعود. الو عيني. اي عيني وياك. اي واحنا نريد نواجه ولدنا نشوفهم طيبين ميتين، شو اخبارهم؟ بنوصلهم علاج، بنوصلهم ملابس، الله ما يخافون منا، ما وراهم موت. موت ما يجي هم وموتهم والله يحاسبهم، وهم راهم حساب من الله. نعم. النظام يغلون بهم ما ادري وين ما ولي ران ما ادري وين، حاطينهم هالسيارات يفترون بهم. الله ما يخافون منا. نعم. شويه خلي راحونا، خلي راحون الامهات، هاي الامهات عم بروح الخمين عليهم. بروح الخمين عليهم خلي يعطون عفا عام لكل المظلومين. بروح الخميني. بلحيه الخميني، بعمامه الخميني، ما يحبون غير الخميني. هذا الشعب العراقي ما يحبونه، هذا اللي عايشين بالخيرات مالته. هذا ما يعترفون به ولا يردونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا ام احمد. ام صدام من كربلاء حياك الله يا ام صدام. ام صدام. تسمعيني؟ أم صدام تسمعيني لو لا؟ يبدو أنه انقطع الاتصال يا أم صدام، نتمنى ترجعي لنا. أم محمد من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا بيك أختي. أخي بس أنا ابني مسجون صار سنة وخمس أشهر. من يوم اللي انسجن انا ما شايفته ويعني ولا ادري بيه. اروح علي للرمادي يقولوا لي ناقلي له البغداد، اروح البغداد يقولون ماكو ناقلين له للتاج يدقي حاسبه. ادق حاسبه ماكو يعني ما موجود باي مكان. ونخلي محامي يطلب 15 دفتر يعني هو لا بيها ولا عليها. يعني يجي واحد يسجنه وقلنا التعريف يقول التعذيب يقول انا هيك وهيك، يعني هذا كله ظلم الظلم. وين مصطفى الكاظمي واحنا واحنا؟ يعني ولدنا سنتجن هيك يعني لا بها ولا عليها؟ نعم. وهسه يعني احنا بدنا نعرف يعني وين المسجون لا ندري بيه لا وين يعني هنا ماكو يعني شنو مصطفى الكاظمي لا يتابع المساجين لا شيء، يعني بس هيك وكل شيء، مي ماكو، كهرباء ماكو، مساجين ماكو، واحنا حالتنا ماكو يعني فدنا يعني هاي 15 قصر احنا منين نجيبها؟ وهو الوحيد النا يعني وبعده بعد بعد شبابه هيك ينسجن 15 سنة ما أعرف إيش قد لا بيها ولا عليها. نعم. يا الله مشكورة. شكرا شكرا لك أم محمد، الله يعينك يا رب ويعين كل أم عراقية وزوجة وأخت وابنة وابن وأخ اللي ما يعرفون أهاليتهم وين إلى اليوم، ومثال على ذلك ابن أم محمد. أم صدام من كربلاء رجعت لنا، حياك الله يا أم صدام. أم صدام؟ يبدو أنه مدى تسمعني أم صدام. أبو أحمد من جرف الصخر حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني إحنا من جرف الصخر يعني عوائل يعني عوائل قاعدة تجول. نعم.
السلام عليكم. وياك اخوي، تفضل اغاتي. احنا ما نعرف مصيرنا شنو، بالك على رجعونا، بالك على رجعونا لمناطقنا، وعندنا مخيبين بال 500 واحد ما نعرف اي شيء عنهم. نعم. اذا امكنت نصلي صوت التلفزيون ابو احمد وتسمعني من التليفون افضل. بعيني. ايه. أنت قلت لك هاي المغيبين، أي نعم، المغيبين نعم. ما نعرف مصيرهم شنو، ما ادري ميتين عدلين، لا حد يفعل يعطينا اخبار عنهم. نعم. ولا يفعل يرجعون لنا مناطقنا، قاعده ايران بيها، قاعده ايران استحلت ايران وقاعده بيها جيعان كلها، ظروف الصغر كلها. نعم اخوي نعم. فنرجو مني يعني مناشده من مناشده من اي قناه طيبه ترحم بهاي الاسلام اللي قاعده، الناس اللي جوا الثلوج وناس بالعراق قاعده. نعم. ونشهد الله يتسلل على الاسلام جميعا ويخلصنا من المشكله هاي ورجعنا لمكاناتنا. نعم نعم. شكرا شكرا عندك. شكرا جزيلا لك ابو احمد. لجنة نيابية، لجنة الأمن النيابية عفوا، أعلنت أنه الحكومة الحالية تخطط حتى تنقل المتهمين، فرقة الموت مثل ما سماها مصطفى الكاظمي، المتهمين باغتيال ناشطي البصرة إلى بغداد. وقال عضو اللجنة والنائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي أن القيادات الأمنية والحكومة عندهم رأي بنقل المتهمين باغتيال الناشطين والمسؤولين والصحفيين من البصرة لبغداد، حتى شنو؟ لكي لا يكون هناك ضغط على الأجهزة الأمنية ويتم تغيير الإفادات ووقوع التحقيق تحت تأثير داخلي أو خارجي. لا، ما راح يصير ضغط، لا أبد. شلون يصير ضغط؟ ما تتذكرون الضغط، ما تتذكرون شلون كان مصطفى الكاظمي سبع من لزم الأربعة من جماعة حزب الله وقال لهم ما طلعهم أبد. ثاني يوم داس صورته بالبساطيل. قل لي بدر الزيادي، أنت متأكد الحكومة تقول حتى ما تصير ضغوطات على المحققين الموجودين بالبصرة؟ لو اكو ضغوطات لنقلهم الى بغداد، لو اكو من امر انه ينقلون من البصرة لبغداد مثل ما انقلتوا جميل الشمري من الناصرية الغير مكان، ومثل ما انقلتوا هواية من الحرامية من مكانهم الغير مكان، وتاليتها ضاعت فلوس الشعب وضاعت حقوق الشعب. وإذا أريد أن أعدد أمثلة أستاذ بدر الزيادي فالأمثلة هواي، ذكرت لك من أدها جميل الشمري. زين، أنتم مو قلتوا على أساس محاكمة علنية؟ طلعوا قولوا لائحة الاتهام بالنسبة إلى هؤلاء، ومن هم والمن تابعين؟ شنو هذا الغموض؟ أم زهراء من ديالة حياك الله. هلا بيك اختي. اقدر احكي؟ طبعا اختي انت على الهواء مباشره. أخي. اختي العزيزه، بس اذا امكن تغيري لي مكانك لان الصوت ده يقطع. اخويا عندي مشكله، انا عندي اخويا ايه بتهمه خطف. ايش قد صار له مسجون؟ اخويا مسجون بالبصرة. اوكي. وهو ما مسوي هذا الشيء، واي ادله ما عليه واي اثبات. زين. اي، وناشدنا اكثر من مره ماكو، اللي هو اللي مدعي عليه انه هو خاصه. اي. ونفس المنطقه. وساعه واحده ما غاب عن بيتي. يجي العفو، يجي العفو ترجع اوراقه. محامي تهدد من قبل هذا المشتكي عليه. نعم. والمشكلة صار نعاني منها، وهسه الولد هو مريض بحالة يرسلها. هذا والله يا أخويا ما أعرف عن محنوبة رسالة من خلال قناتكم، أريد مصطفى الكاظمي، أريد أحد حاكي توصلوا لي كلامه، أريد أني أشوف هاي المشكلة عالجها شلون. نعم. الدولة غير العدل،
وقريت انه وزير العدل يعني استقبل. انا قدمت طلب الوزير العدل ليش يرفضونه؟ نعم. الولد كل ما دا اروح له يعني اوراقه تطلع افراح محامي اكون شيء يتهدد ليش؟ عليه وين المجرمين اللي طالعين يسرون ما حد عليهم بيه؟ ليش الفقر؟ نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ام زهراء، واعتذر منك من الساده المشاهدين بس الصوت دا يقطع والكلام دا يروح ويجي، فلهذا السبب شكرتك شكرا جزيلا لك. ابو زينب من البصره، حياك الله يا ابو زينب. الله يعطيك السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي. حياكم الله اهلا وسهلا. انا قبل لا احكي الاريده بس اريد اقول يعني قنوات ما شاء الله بالعراق هذا كله بس قناة الرافدين يعني هي جاي تطلع على لسان العراقي المهمومين المظلومين اللي نازل عليهم غضب وحيف من 2000 نعم. نعتذر منك يا ابو زينب، انقطع الاتصال وياك، اتمنى ترجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايك بالموضوع. فأرجع وأقول للأستاذ بدر الزيادي، أنتم متأكدين أنه ما تردون تصير ضغوط لو تردون تعبروها على الشعب العراقي؟ وقضية أنه صدق اعتقلتوا فرقة موت بالبصرة لو هي أبرة بنج، وصدق راح تحاكموهم لو تردون تسكتون الشعب العراقي شوية حتى يقولون ها بلشوا يشتغلون، وضحكوا لكم على كم واحد حتى ينتخبكم مرة ثانية. مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تقول أني أطالب الحكومة الحالية بالمصداقية في الكشف عن أسماء إصابات الموت بالبصرة والجهات اللي تقف خلفها. وقال عضو المفوضية أنس أكرم محمد أنه على الحكومة تعزيز مصداقيتها بالكشف عن الجهات التي اغتالت الناشطين والصحفيين والمتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة. هذا كله يجي ورا ما أعلن رئيس الوزراء اعتقال إصابة الموت المتهمة باستهداف الناشطين والصحفيين. أيني مفوضية حقوق الإنسان بالعراق؟ همي أنا أكونوا أنتوا أصحاب مصداقية ويا الشعب العراقي، تردون تعرفون أسماء عصابات الموت اللي موجودة في محافظة البصرة؟ سجلوا يمكم أسماء الميليشيات وقادة الميليشيات وزعماء الميليشيات اللي موجودين بالعراق، راح تلقون هم ذولا نفسهم اللي قاعدين دا يقتلون الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. أم صدام من كربلاء رجعت لنا، حياك الله يا أم صدام. الله يساعدك، مساء الخير. حياك الله اختي عزيزه، مساء الانوار. الله يسلمكم، تحياتنا لكم ورقاياتكم الموقره. حياك الله اختي. الله يسلمك، احنا ترى من صار هذا الحكومه وحكمه والعراق الجماعه لحد اليوم احنا تدمرنا. نعم. ورجعونا مرض. احنا ترى كنا الحي بعد يمكن عشنا اكثر من 30 سنه. طلعت الجيران والعصابات وبكر صدام نقدر لهم بالمحكمه بالمركز، رحنا المنظمه الحزام هراب وفراري ومجرمين وعصابه. ضيعوهم من بيت الفتوار ب 340، قديت بالماي وراهم من ورا قايد الخزاعل وعيال الساده الحاكمين، ناس يسجمون عيلتهم انه ضحيه للكربلاء وللشيعه. صار الشيء لسنتين الغم كان راوون الغادي يشيلون الجيران علينا وعلى الحيوانات اللي عندنا ويضربون بيها وبابني، صار رجعنا قعدنا في كربلاء تجاوز. تسمعني يمكن؟ نعم. تجاوز حطينا هناك في سعد حي الامل. زين؟ الو؟ وياك. تجاوز بحي الامل كيف سعد باع علي ب 7 ملايين وهو كله مخسف صوه وتشق وبواري وحيطان الطين وغشم، ما قال ترى هاي ناس منا ومهجرين 12 بيت كلهم يملون، ولا قال هاي جيران يديهم هاي المره الباب رجلها بالسجن واخوتها عصابات وماردين هاي المنطقه مرج. روح العقيل الطريح بوقت قال والله انا ما ادري المخاتير باعوا انت محافظ شنو شوف ما تدري القيم مقام يدري فيهم، احنا لا ليل لليل ولا نهارنا طابوق حديد سلاح رمي من هذا الطقاق من هذا السلاح الحي، احنا شاردين يمكن بين حرمين وبين ولايات وبين فوق الخمس سنين. السيد اللي مطلق لهذا العرجي هي اللعبه من عنده ومتزوجته. مجرم، ساعه يسمنا بالاكل، ساعه طلع دعايات عليه بالولايه واشاعات، ساعه يسوي كل سواسل ومتفقين وياه هسه هو هذا السيد اللي مطلقني وعيالي عيالي العرجي قرايبه وقرايب الخزاع النصر منهم وهذول جيران الاصابات. يطردون الشعر لا يخلوني اشتري بيتي،
ولا يخلون الناس تعطيني ايجار واجي واطلع شوال بغير منطقه بنفس الولايه واطلع بغير حي ابعد، ولا يخلوني ابيع يعني ابيع البيت، ولا يخلوني بلي يحطونا بشغله الناس تشتغل وتعطينا فيشتغلوا بمقاول ويجيب لنا راتب يعيش. يروحون المدير الرعايه يقولوا له لا تعطوها راتب. لا سجلها تشذيب ومخفرين تودينا وتهيئ لها ولا سجلها رعايه انا ارجعها كم طلب؟ تسمعني يمكن؟ اي امو اي. دون بالقتل والله احنا مثل ما تهدد بقها شفت تطلقون بابنا تصرخ ويقفون قوه على بابنا. حابين غرشات ومخدرات ما ينعرفون من الشومري من فواق غرب الديوانيه من جرف الصخر من الناصريه وين الغجر الغجر؟ هم ابيهم عشاير مثلنا ناس لا زرن كم بيت يخاف منهم صاد بابا هم ما يشد وياي. يزرون بالناس فشكوهم وقافوهم. روح للقيم المقام ما يهم تروح للمقيم يا حكومه تروح للمركز الى واحد شريف ضابط اثنين يوم شرطه شريف اثنين وقابه شريف طاقه حشد همج وياهم يسوون خطط الشريف يدربونه جوا بتهمه ويصكون ويا المجرم ياخذون الفقير يذمونه بالشارع الفقير بالشارع ياخذون يذمونه بالست المجرم ذاك اللي عب بالشارع ورجعت سيدي لقينا القابو عليا وحط هو القابو وين يتحاشى حتى ما يخلي واحد يحكي الحق ما يعرف يطلع يطفر حتى على الشرطه التحليل هم تغشروا تغشروا الشيعه من حكمه لليوم سووا بيه هم خلوا بيت شريف هم خلوا عرض نظيف هم خلوهم واحد فقير مشى على طول يوم شفت سمعته لا ما حاربوا بعرضه لا ما حاربوا بعمره حاربوا بعرضه وبشرفه وبسمعته يا اخي يجيبون اساليب ملتويه اساليب ملتويه كفيلك العباس يعني حتى من المنصات ما مسويه حتى اسرائيل ما مسويت وايد الاساليب تفكر بيه تقول هذا بس الشيطان يسوي نعم ما خلي على حالي حال انا وبي نعم تسمعني من رخصتك؟ اسمعك يمه اسمعك زين وحتى وليدي بال 2006 احترق بالشوله من ورا الجيران هذا احنا وهذا طب علينا بالعموده قلت طلع له كان جار يطلعهم ومليت من الشكاوي بالله ما اشتكيت يوم ونفوني يسحولونا ليش تشتكي؟ جيراني تجي منا وقرايبي تهجم علي منا والواجب منا نطلع احنا المحقوقين يعني احنا فوق حق قبل والله وتجي مؤسسات اجيبهم من شاريهم سادهم الفرج وغيرهم يصورون لك بيتي واي مؤسسه تلقى كل فلوس وتملخ كان 4 ملايين وكان 5 وكان مليون وجايتهم تؤمن يا مسؤوله قالت لهم ودوهم ودوهم 4 ملايين وينهم؟ باقوهم وانا وابني قاعدين على ذني جرود ومن يجي واحد يحط يجيب المؤسسه اللي سهل ابونا من كان قاعد بالبيت اذا قام يلا طردوه وهم ياخذون الفلوس ما يعطونا حتى مصرف انا ويقولون الناس اذا سمعنا بيكم اعطيتوهم 10000 اذا سمعت بيكم عجزتوها لا دفعتوا يكتبكم من البحث وانا الناس تعرف اني ارسلها بدون اهل ما شايفهم والله انا حتى اتحداهم دائما اشارك بالراديو المحب الاغاني واغنيهم على شود يردون اغاني صدام موجوده وعلى شودهم صداه يسواهم ويسوى عشايرهم يردون اغاني العاطفات هلا صلي بس احب الاغاني اقلها الفن اشرف منهم الفنان لا يتعرف للفقير والفنان لا يطعن بعرض الفقير والفنان ما تعرف مجلسين ما خلي فلوس نعم ولا تلعب حق المواطنين وحق الشعب الفنان هو ما انطلق يصرف على الفقير والمعد نعم هم جاهليه ذولا معطوهم ضد القلم وضد المبدا وضد الشرف اذا ذولا ضد الفن زين وتحياتنا لك يوم محافظ الانبار من يقول انا ما اقبل البس برمودة وطلع موبايلات مخص والله حشفيده نعم يا برمودة والله حتى مو برمودة من هالنص الكسوة اللي لسه قبل الزلمة يستغرون بالشوارع ما يخجلون مخلين اسم هم للشيعة مخلين اسم للاسلام مخلين اسم للعراق من هم دمروا العراق من دمر غيرهم من صفق امريكا وايران غيرهم هو من جاب وموقع لايران وامريكا غيرهم منهم وموقعت لهم منهم نعم اسمعني ولو دوختك نعم نعم شكرا 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 جزيلا لك اختي ام صدام. مصطفى السيد من مصر حياك الله يا مصطفى. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نحييك ونحيي ثور المدينه ونحيي اهلنا جميعا وندين ونستنكر تصريح المجرم القاتل الارهابي مصطفى القزيمي. انت يا مجرم لا تحكم العصابات اذا كنت انت اصلا رئيس عصابه وقاتل ومتهم بالقتل والتطهير العرقي والاباده الجماعيه من 2003 لحد اللحظه. مجرم يا حاكم مجرم انت لما صبتك عصابه الاحزاب اصلا المجرمين الخونه ما يسمى الاحزاب عفوا ما يسمى الاحزاب الارهابيه الاجراميه الفارسيه. هتقول للحاكم تحاكم مين؟ تحاكم مين؟ حققت في المقابر الجماعيه اكثر من 200,000 مقبره جماعيه فيهم اطفال وردع وشعب انت فاكرنا نايمين؟ الشباب عارفه حقيقتك وعارفاك يا مجرم يا حرامي يا قاتل يا ارهابي يا دموي. يا عميل الامريكان والصهاينه والفرس هي دي حقيقتك.
فيا سيدي نطالب بمحاكمة مصطفى الكاظمي شخصيا، هو الإرهابي المسؤول عن القتل والدمار وهو متواطئ مع العصابات والميليشيات والقتلة، ونطالب بالأمم المتحدة ومندوبة الأمم المتحدة المجرمة اللي راحت عند الدجال وتتواطأ معاه على دم الشعب العراقي والشعوب العربية، نطالب بمحاكمة المجرمة مندوبة الأمم المتحدة وتغييرها. ويا سيدي إن شاء الله النصر قادم، والله مهما عملكم مهما عملكم مستحيل إن شاء الله النصر قادم بإذن الله تعالى. وأنا أشكر حضرتك. شكرا شكرا لك أخ مصطفى. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. محمد يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخ محمد. بالنسبة إلى رسالة واتساب والرسالة وصلتنا اليوم تقول ولكم كفى كذلك على الشعب العراقي، أنتم أياد علاوي والعبادي والمالكي وأنت يا الكاظمي، يكفي ولكم يكفي، هذا الشعب والوطن شاف البويل منكم من إيران أيها الدجالين وخونة الشرف، أنتم ليس لكم أي شرف، الدجالين يأتيكم يوم مثل ما أتى لغيركم حين ذاك، ليس المفر من غضب العراقيين منكم. السلام عليكم أبو زين عابدين من البصرة، اسمع البعض يقولون الفساد من داخلنا وإيران ليس لها علاقة بما يجري في العراق. عجيب والله، أليس جماعة إيران في العراق هم الفاسدون وإيران تدعمهم وتحميهم وتقتل المتظاهرين من أجلهم؟ أليس مرشد إيران علي خامنئي وصف الانتفاضة بالعراق بأنها أعمال شغب ولم يكلف نفسه الاعتذار حتى؟ رسالة أخرى، السلام عليكم أخي شلونك؟ أخي إحنا ابننا صار سنة وخمس أشهر مسجون وما ندري بي وين ما وين، وسمعنا نازل عفو، هذا صحيح؟ هذا خبر؟ بشرنا الله يبشرك بالخير. شنو ذنب أولادنا يش تتعذب بالسجون؟ والله يا أخي مسجون ظلم وظلم، والله يا أختي عزيزة أو أخوي العزيز لحد الآن ماكو أي شيء على قضية عفو العام. السلام عليكم فريق قناة الرافدين المحترمين، أخي الكريم من يحاكم من أخي ما بني على باطل فهو باطل، لا تعبوا نفسكم، هذول يحتاج لهم تلموهم بكيس أسود ما زبالة وترموهم في مزبلة التاريخ. تحياتي عراقي مقيم في عمان. السلام عليكم أخي أفل المحترم، أخيك زعلان من الأحواز حياك الله، حسافة على العراق يكون بيد هذول الدجالين النوب حتى أربيل ما سلم منهم، وين أخوتي أخوات هدل عليكم بالمجوس. السلام عليكم أستاذ أفل وياك أبو عادل من الرمادي، نطلب من حضرتكم يعني هاي الحكومة مصطفى الكاظم ومحمد الحلبوسي ما يقدرون يدخلون جرف الصخر، يعني هاي شنو شو من غير بلد يحكمون يعتقلون أبنائنا وشبابنا يسجنوهم طلعهم من ضيم لكن ضيم أمامهم يعتقلوهم كتائب حزب الله على سيطرة الرزازة، حسبنا الله ونعم الوكيل، أبرياء والله عظيم، شنو مصير أطفالهم محرومين منهم 6 سنوات. أخويا ما أريد أحد يقول عفوا عن الأبرياء، الأبرياء لأن راح يفسروها غير تفسير ويطلعون هذولاك المساكين والفقراء يبقون بالسجون، طالبوا بعفو شامل لأن المظلومين هم يقولون أكثر من 95% من الأبرياء. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل والجميع. أستاذ من عام 2003 ولهذا اليوم العراق بيد الاحتلال وأعوانها الزبالة الخضراء خدم إيران، الفتن والدسائس الجندات من هم محسوبين على العراق وشعبه لقتل الشعب العراقي قتل ممنهج ومخطط، لهذا القتل معد مسبقا معد على يد الاحتلال للانتقام من العراق وشعبه وتدمير البنية التحتية وهدر المال العام وتدمير التعليم والصحة والمصانع والمعامل والثروة الزراعية والحيوانية وعودة العراق إلى عصر التخلف والجهل وبعد امتلاك ناصية العلم وإدارة العراق بيد أعداء العراق تتحمل المسؤولية الإدارة الأمريكية والغرب وإيران، وعلى الشعب أن ينهض، كافي خنوع عيب وعار على كل عراقي محسوب على العراق طال الوقت، والسلام عليكم. رسالة أخرى، مساء الخير أستاذ أفل، تحية لقناتكم الشريفة، أشو ماكو أي خبر عن المغيبين؟ ليش الخاطر رب العزة طال صبرنا يزعاد من المسؤول عن اختفاء المغيبين؟ طالبونا بالمغيبين، صيحوا بعالي الصوت وطالبونا بالمغيبين، يريدون ننتخبهم، والله ما ننتخبهم، إذا ننتخب السيد مقتدى الصدر إذا يطلع ولدنا ننتخبه، إذا ما يطلع ولدنا والله ما ننتخبه، وإحنا بشارب أي واحد يطلع ولدنا لأن الأمهات حزينات على ولدهن. أستاذ أفل أصور هذا فيلم واحد من الأفلام العديدة. السلام عليكم أخي أفل، من يقول هذول هم قتلة المتظاهرين؟ خاف بس يردون يسكتون المتظاهرين الكاظمي، هاي لعبتك لو لعبة الأحزاب، عيب كافي الضحكون على الشعب. السلام عليكم يا أبطال قناة الرافدين، علي من الأهواز، أخويا أحلف بكلام الله من يوم احتلال كان إيران بجيب العراقيين داخل إيران، يعني شفت عراقيين على طريق الشلامجة طريق الكذابة ألوية كلهم بسجون إيران تحت الأرض ويتعرضون إلى أشد أنواع التعذيب. مشاهدينا الكرام، المشكلة هم يطلعون يقولون احنا اعتقلنا واحنا جبنا واحنا ودينا،
بس انا اكو شغلتي انا مخوفتني من ذكر اسماعيل الوائلي انه هذول تابعين حزب الله، ومن قالوا راح ننقلهم لبغداد، راح نسال سؤال، صدق راح يحاكموهم ويبردون كم قلب بهالشعب هذا؟ لو هم انا راح اصير مثل القبلها والقبلها، وراح يقولون عدم كفايه الادله، والقاتل يطلع والبريء صار له سنه وسنتين وعشرين موجود بالسجون ويتعذب. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا بنفس الموعد بحلقه جديده من برنامج صوتكم باكر، انتظرونا، الى اللقاء.